كاتيا اليوم ميلاته ستكون هي هجوميه اكثر منها دفاعيه. انطلاقه سريعه من الجهه اليمنى لعناصر فريق الماميلودي ساندون سيرينو يلعبها في العمق خطيره، هذه خطيره المتابعه بعد ذلك من طرف المدافع يحيى الجبران يرجع للمسانده مع كومارا يخرج بالكره، طريقه الخروج مميزه من جانب لاعب كومارا وليد الكارتيب خارج القدم يلعبها بسرعه للحداد يطلبها بعد ذلك ايمن الحسن لتبادل رائع. الحداد ينطلق بسرعه من الجهه اليسرى، ماذا سيفعل الحداد؟ الحداد يا سلام على هذه المراوغه، الحداد العرضية لم تكن دقيقة، هذه العرضية الصعبة فعلتها ويا الحداد ولكن السهل لم تفعله في اللقطة الماضية. العرض إفريقية تمتاز بها السرعة وتمتاز في إجادتها للمرتدات السريعة، لذلك على الوداد أن يكون حذرا من مرتداتهم ومن سرعاتهم ومن خطورتهم، لذلك لازم المساندة لولد الكارتي في عملية قطع الكرات مع يحيى جبران. تمشي كرة لحياة أيوب الكعبي يلعب هناك على الجهة اليمنى مع بادية العرضية، المتابعة للركنية، نعم أول ركنية لفريق الوداد. بديع لاوك الذي بحث عن الكعبي، الكعبي هو اللي مرر وبديع نعم أعاد له الكرة لكن في نهاية المطاف الأسرع الدفاع الركنية الحداد بعيدة 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 والحارس توقعت بأن الكرة ستكون صعبة على المهاجم لكن في نهاية المطاف هنا غلطة كان ممكن تأتي بالهدف الأول لفريق الوداد الرياضي العملود. الكرة تخرج إلى التماس هجومية، مفروض أن اليوم وليد الكارتي يكون صانع لعب ولكن سننتظر. وليد الكارتي دفاعي أكثر من هجومي، يترك المهام لأيمن الحسوني في عملية التمويل أو إمداد الكرة للاعب أيوب الكعبي، ولا ننسى كذلك بأن قوة الوداد هي الأطراف. اليوم الوداد سنتابعه كثيرا في توقع على الاطراف، لا بديع لاوك في الجهه اليمنى ولا اسماعيل الحداد في الجهه اليسرى. معروف منذ زمن بان الوداد قوه في الاجنحه قوه في الاطراف مع اليوم بديع لاوك وكذلك اللاعب اسماعيل الحداد، ولا ننسى ايضا الايمن الحسوني الذي استعاد جزءا من مستواه المعروف. دعونا نتابع هذه الضربه الحره لعناصر فريق الوداد. هكذا مباريات تربح يا زوران ولا تلعب، بعيدا عن لغه الاداء المهم هو الثلاث نقاط، المهم هو حسم الامور وبالتالي تدعيم الحظوظ للتاهل للمرحله القادمه، ولو ان فريق سان داونز كذلك متعود انه يصل الى الادوار المتقدمه لمسابقه دوري ابطال افريقيا. دعونا نتابع هذه الضربه الحره لعناصر فريق الوداد. اسماعيل الحداد والعملود يرفع الكره، العملود فرصه كومارا يلحق على هذه الكره، لمن يا كومارا سيرفعها، ينتظر المسانده يلعبها قصيره لم تصل ليحيى، لم تصل النسخه قبل الماضيه لما لعب نصف النهائي امام الترجي الرياضي التونسي انذاك كان زوران ومدرب لفريق بريميرو دي اوغوستو. انطلاقه من ايوب الكعبي، ماذا سيفعل وسط ثلاثه لاعبين؟ مرة الكره ناحيه لاعب بديع لاوك، ماذا سيفعل بديع؟ لا زالت عنده الكره، يحاول مرور بديع وبديع، بديع ينتظر فرصة تمريرة وليد، وليد ويحيى جبران ضعيفة ضعيفة، سهلة كان في تمويل من انطلاقة من وليد الكارتي، عندك المساحة يلعبها في العمق لكن التغطية بعد ذلك تأتي من طرف اللاعب ماتيتشا لاعب المحور هنا يقطع كرة اللاعب وليد الكارتي. هاي الكرات والتمريرات التي يمتاز بها اللاعب وليد الكارتي لما يحضر في العمق، تلعب من طرف العملود مباشرة لوليد الكارتي، يتقدم وليدي سدد الكرة تمشي في طريق الى الركنية، يلحق عليها حارس المرمى نعموني حاولة المرور بعد ذلك العملود يخرجها مباشرة الى التماس. نكون كاد دايرة الايمن يسعد لتنفيذ الرمية الجانبية مرة اخرى، العملود العملود على فكرة اليوم اضطراريا يلعب بزوران في الجهة اليسرى لأن معروف العملود ظهير أيمن، بينما هذه خطيرة مرة تالية يجيدون كذلك التسديد كما تابعنا مع اللاعب الأوروغواياني سيرينو، نعم سيرينو ومن سدد وليس اللاعب ميلزا أمامنا على الصورة. اللاعب ميلزا على فكرة واحد من الاختيارات، واحد من الانتدابات هذا الموسم، شوف سيرينو ومن سدد الكرة اللاعب الأوروغواياني واحد من نجوم نادي ماميلودي ساندونز هجومي أكثر. عبد اللطيف نصير، أنا أتصور بأن نصير يتفوق في هذه الناحية على العملود هجوميا ولكن دفاعيا دعوني أقول لكم بأن العملود يتفوق في كثير من الأحيان على عبد اللطيف نصير. دعونا نتابع هذه الركنية عن طريق اللاعب سيرينو ينتظر التنفيذ، صافرا عمنا الكونغولي يقول لم أعطيك الإشارة، بعد ذلك انتظر الصافرة وانتظر الإشارة حتى تنفذ الركنية لأنه كان هناك شنآن داخل منطقة الجزاء.
إذن أول ركلية بعد مرور 20 دقيقة على بداية شوط المباراة الأول، دائما صفر مقابل صفر هنا في الدار البيضاء وفي ثاني جولات دوري أبطال أوروبا أو دوري أبطال إفريقيا عفوا عن دوري المجموعات. الفريقان المرشحان للوصول الى ربع النهائي، ولكن لا ننسى كذلك اتحاد الجزائر العاصمه. دي كره مرفوعه، الامنيه انه يشاهد فريقين عربيين في الدوري القادم، الوداد واتحاد العاصمه، ولو ان ساندونس ركزت على الحضور القوي لساندونس في السنوات الماضيه لوجود وضعيه التسلل هذه خطيره. برافو اشرف داري، داري ونصير، وداري من قطع الكره الماضيه، برافو يا داري. هنا التحرك لداري والسرعه لداري ورده الفعل لداري على القائمة الأول. نعم كيف كانت خطيرة وصعبة دي اللقطة، لحظات يضغط فيها عناصر الماميلودي ساندونس، الدخول لمنطقة الجزاء حذر من هذه الكرة، صعبة 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 دي الكرة، داري وتكنوتي في نهاية المطاف، كان ضغط فيها عناصر ساندونس، يسلم بعد التمرير من كعبي بدي على كبدي على القائمة الثاني. شوف الكعبي وطريقة تحرك الكعبي واستلام الكرات من الكعبي وطريقة تمرير الكرات من الكعبي، رائع الكعبي في عملية التحرك من الحسوني، الحسوني المطالبة بركلة الجزاء. انا هذا الحسوني معلش مرتي مصاب، سلامات يا وليد، اللاعب الذي غاب لفترة بسبب الإصابة، ونتمنى أن تكون هذه الإصابة خفيفة دون مشاكل. شوف الإعادة، الخطورة التي حملت ساندونس من الجهة اليمنى، شوف طريقة نقل الكرة والتمرير بعد ذلك ناحية ميتزا العرضية، وداري في الوقت والمكان المناسبين يتصدى لهذه الكرة، بينما هنا شوف مرة أخرى السهولة التي يجدها في بعض الأحيان عناصر ساندونس في الاختراق وفي الوصول إلى منطقة الجزاء، لحسن الحظ أن التكناوتي قام بردة الفعل اللازمة. المباراة تتوقف، هي مناسبة لنتابع واحدة من الفرص للفريق الوداد الرياضي. هنا كاد يخطف اللاعب أيوب الكعبي، بينما على الصدى سيفعل الكارت يطلب منه. شوف هنا تقارب بين اللاعبين، هذا يعطي حلول ممكن يفتح ثغرات في دفاعات فريق الماميلودي ساندونس. تلعب الكرة على الجهة اليمنى، محاولة للمرور، وريد الكارتي، الدخول وريد، والكرة تتحول بعد ذلك مباشرة إلى ركلية من جهة أخرى لعناصر فريق هنا الوداد الرياضي. من يتكلف بالتنفيذ هو اللاعب بديع لاوك، نعم بديع لاوك يسعى لتنفيذ هذه الركلية على القائمة الثانية، فرصة كومارا، تدخل من منتصف الميدان يحيى جبران، ماذا سيفعل؟ يخرج من المراقبة وليد الحسوني، بعد ذلك أمل المراوغة، الحسوني عنده بديع، والحسوني ممتاز، يمرر الكرة، فرصة جول، أباس كرة لعناصر الوداد، وريد الكارتي بعد حركة فنية قام بها الحسوني، كما ترى يا الحسوني والطريقة التي راوغت بها ومررت اليدي الكرة ناحية اللاعب وليد الكارتي. شوف مرة أخرى هنا يحيى جبران، وشوف هذه الحركة الفنية الرائعة للحسوني، كيف دخل وكيف راوغ وكيف مرر في اتجاه اللاعب وليد الكارتي يسدد مرة جانبية، كان سيكون هدف رائع لفريق الوداد بالطريقة التي صنعت بهذه الهجمة ومررت بهذه للعملون. في بعض الأحيان يغيب القرار الصحيح والصائب في الوقت المناسب، لأن المجال كان متاح يا الحسوني لتمرر ناحية اللاعب العملون. وليد الكارتي لمن يا وليد، يلعبها في العمق في اتجاه الحداد، بشكل جيد وبتفاصيل المباراة التي جرت بها الرباط والمباراة اللي امتدت حتى ضربات الجزاء الترجيحية، مباراة كانت مثيرة على إثر فريق الوداد تأهل وفي الطريق نحو اللقب الثاني، بينما لمسة رائعة، والكعبي الكعبي سدد، رائع هذه الحركة الفنية اللي قام بها بديع. جماعيا الوداد حتى الآن يقدم أداء جيد، جماعيا الوداد أفضل، تمشي كرة وفرصة الحسوني والحداد ووضعية تسلل، الرأي مرفوع على إسماعيل الحد، تلعب الجانبية، كرة وصلت من جديد ناحية لعب زواني، هذه عرضية تكناوتي في المتابعة، بل مرات نهاية الشوط الأول، وهذه كرة بديع كعبي، ودائما أيمن الحسوني، لا زالت الهجمة قائمة، الحسوني مرر الكرة على الجهة اليسرى، هنا يحيى جبران يعمل المراوغة اللازمة، يرفع كرة، يبحث عن اللاعب الكعبي، لكن المتابعة من طرف الدفاع في نهاية المطاف، باتو
سعيد بيتو المدرب الحراس وشقيق بيتو الزاكي في المدرجات مدرب فريق الدفاع الحسني الجديد والحارس طبق سوى ثلاث دقائق سيرينو يسعد لتنفيذ هذه الضربة الحرة مراقبة رجل لرجل داخل المنطقة الحكم يعطي إشارة سيرينو يرفع داخل المنطقة تكلوتي على من الجميع يتصدى يلعب بسرعة نعم السرعة مطلوبة في الخروج بالكرة اسماعيل